ابن الروح القدس الإله الواحد أمين. الإصحاح الثالث من إنجيل معلمنا ماري متى البشير، بركاته علينا أمين. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطقة من جلد، وكان طعامه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ فاصنعوا أسمارا طليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجر، فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يده وسينقي بيدره ويجمع قمحه إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفئ. حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فجاب يسوع وقال له: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذ السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، والمجد لله دائما أبديا آمين. فعدد 8 بيقول: أحد مبادئ الحياة المفرحة: اصنعوا أسمارا طليق بالتوبة. مفهوم التوبة في مسيحيتنا أن التوبة أصلا دعوة للفرح. لكي ما يعيش الإنسان بقلب نقي وفكر نقي، وهذا ما نسميه بالتوبة، الفكر النقي والقلب النقي يجعل الإنسان يصنع أسمارا طليق بهذه التوبة. ولما يصنع أفعالا وأسمارا نقية يشعر بفرح في قلبه. عشان كده من فضلك خلي فكرك نقي وخلي قلبك نقي، وده هينعكس على كل الأفعال والثمار التي تصدر منك، وتكون هذه الثمار ثمار لائقة بالتوبة. وكل ده يقول إلى حياة فرح في حياة الإنسان. الإنسان اللي شايل الخطية ما يعرفش أي فرح. الخطية بتحرم الإنسان من الفرح، التوبة بتساعده وبتمنحه
إحساس ومشاعر صادقة بالفرح في داخله، والفرح يعبر عنه بسلام النفس وسكينة القلب، ويعبر عنه بالحياة الهادئة. يبقى الإنسان عايش حياته وهو فرحان. عشان كده من فضلك مع ميلاد المسيح ومع ظهور يوحنا المعمدان اللي عمد السيد المسيح، اصنع أسمارا طليق بالتوبة لكي ما تحصل على فرح عظيم. ربنا معكم.